الفنانة نانسي عجرم حامل بطفلها الرابع، ولن تتوقع فارق العمر بينها وبين زوجها، وكم تقدر ثروتها. أهلا بكم. خبر حمل الفنانة نانسي عجرم بطفلها الرابع أكده المنتج صادق الصباح حين سئل عن سبب عدم حضورها كممثلة في مسلسل سكر زيادة الرمضاني واكتفائها بغناء إشارة العمل، فكان رده أن حمل نانسي عجرم هو أحد الأسباب التي حالت دون مشاركتها في دور تمثيلي. ويبدو أن الفنانة نانسي عجرم تنتظر مرور الأشهر الأولى من الحمل على خير وسلامة لتؤكد الخبر بشكل رسمي. يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم في سبتمبر عام 2008 ورزقت منه بثلاث بنات، ميلا عام 2009 وإيلا في عام 2011 وليا في عام 2019. وفي هذه الصورة تظهر الفنانة نانسي عجرم مع ابنتها الأخيرة. وتعتبر نانسي من ألمع النجمات الشابات في لبنان والعالم العربي، إذ استطاعت من صغر سنها أن تلمع وأن تكسب العديد من الجوائز. ولأعمالها الخيرية نصيب في حب الناس لها، إلى جانب أغاني الأطفال التي تقدمها. ولدت الفنانة نانسي عجرم البالغة من العمر 37 عام في 16 من مايو عام 83 في حي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت لأسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية. والدها هو نبيل عجرم ووالدتها ريموندا، وهي أكبر أخويها الممثلة نادين والمغني نبيل عجرم جونيور. وعن بدايتها الفنية، فقد بدأت نانسي الغناء عندما كانت في 12 من عمرها، حيث شاركت في البرنامج الواقعي نجوم المستقبل اللبناني والذي نالت من خلاله على جائزة، كما ونالت على إعجاب الجميع بصوتها الجميل، فتشجعت حينها لدراسة الموسيقى. وفي هذه الصورة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها الدكتور فادي الهاشم. ففي سبتمبر من العام 2008 تزوجت نانسي من الدكتور فادي الهاشم البالغ من العمر الآن 51 عام، حيث أن فارق السن بينهما 14 عاما. وقد تزوج الثنائي بعد 3 سنوات من بداية علاقتهما. وقد ولد الطبيب فادي الهاشم في لبنان، وهو من أب لبناني وأم لبنانية، جنسيته من لبنان، ومهنته طبيب أسنان وديانته مسيحي من الطائفة المارونية. درس الدكتور فادي الهاشم حتى أكمل تعليمه الثانوي، ثم ذهب ليدرس في كلية الطب تخصص طب الأسنان، وتخرج منها وأصبح فادي الهاشم طبيب أسنان مشهور في لبنان. وقد كانت بداية معرفته من الفنانة نانسي عجرم في عام 2005، وذلك عندما كانت تذهب إلى فادي الهاشم في عيادته لكي تعالج أسنانها عنده. ومن هنا بدأت قصة حبهما لمدة 3 سنوات، وفي عام 2008 تزوجا في قبرص. وفي هذه الصورة بنات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وفي هذه الصورة الفنانة نانسي عجرم مع زوجها وبناتها. وعن أعمالها الفنية، فقد أطلقت نانسي عجرم ألبومها الأول عام 98 بعنوان محتجالك، والذي احتوى على 7 أغاني من إخراج إيلي فغالي، منها أغنية أنا عم فكر فيك ومحتجالك. وفي عام 2001 أطلقت ألبوم آخر بعنوان شيل عيونك عني،
والذي احتوى أيضا على 7 أغاني، منها أغنية رح إلك كيف وأغنية كان عمري 10. وفي عام 2003 أطلقت نانسي ألبوم يا سلام، الذي يعتبر نقطة تحول في حياتها الفنية، إذ ما تزال الأغاني التي تضمنها الألبوم من أشهر ما قدمته نانسي عجرم. أما في عام 2004 أطلقت نانسي ألبوم آه ونص، والذي احتوى على 11 أغنية، منها أغنية لون عيونك، أغنية سنة ورا سنة، أغنية تعال ليا، أغنية بتتدلع عليك. والفنانة اللبنانية نانسي عجرم تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال إفريقيا من قبل اليونيسف. كما وحصلت الفنانة نانسي على لقب أفضل مغنية عربية لعامي 2003-2004 حسب تصنيفات مجلة زهرة الخليج. وأيضا انضمت لرابطة الرقابة عندما كان عمرها 15 عام، على الرغم من كون شرط الدخول تجاوز 18 عام، ولكن الرقابة أخذتها كعضو استثنائي. كما وتم اختيارها كأكثر الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط بحسب تصنيفات مجلة نيوزويك. والفنانة نانسي ظهرت في تقرير سريع في إحدى حلقات برنامج أوبرا ونفري ضمن حلقة خاصة بالمشاهير الأكثر شهرة في العالم. كما وأسست نانسي جمعية خيرية في بيروت لمساعدة الفقراء باسم منظمة نانسي عجرم الخيرية. كما وقامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بتوقيع شيك دون أن تحدد السعر، ووضعته للمساعدة خلال مقابلة أروى لها في برنامج آخر من يعلم. وتقدر ثروة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأكثر من 16 مليون دولار أمريكي. وفي هذه الصورة الفنانة نانسي عجرم مع بناتها. انضمت نانسي عجرم إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب أرب آيدول بموسمه الثاني عام 2012 و2013 إلى جانب أحلام وراغب علامة والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي. وأيضا انضمت في موسمه الثالث في 2013-2014 إلى جانب وائل كفوري وحسن الشافعي. كما وانضمت نانسي في عام 2016 إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب إلى جانب كل من كاظم الساهر وتامر حسني.